للمزيد ينضم إلينا على الهواء مباشرة اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. سيادة المستشار، يعني كيف تابعت هذا العرض وتخريج دفعة جديدة من خريجي الأكاديمية العسكرية؟ الحقيقة هي مناسبة، يعني مناسبة عظيمة فيها تجميع كل الكليات العسكرية تحت مسمى الأكاديمية العسكرية، ويتم في هذه المناسبة اللي هي مناسبة الاحتفال بذكرى مرور 50 عام على حرب أكتوبر، احتفال تخرج للجميع دارسي وطلبة الكليات العسكرية. الحقيقة وهذا تخليد عظيم وجميل جدا، وكان حفلا متميزا. هذا الحفل طبعا حتى في كلمات الجميع رسوم السيد الرئيس هنأ الأسر والشعب المصري لهذا الجيل من الأبناء الذي سينضموا إلى الخدمة بالقوات المسلحة، وسيكونوا استمرارا عظيما لأجيالهم السابقة للأجداد والأباء على دائما كما تعودنا منهم، وأوصاهم بصيانة والحفاظ على أمن واستقرار مصر والاستمرار في مسيرات التنمية حتى تتبوأ كافة ما يليق بها، بالإضافة إلى أن هناك تحيط بنا من جميع الاتجاهات الحقيقة العديد من التحديات والتهديدات التي تصل لدرجة المخاطر، فيجب أن ننتبه لذلك، وأنه سيكون الاعتماد الرئيسي على أبنائنا من ضمنهم هؤلاء الخريجين. خلال الاحتفال شاهدنا يعني قدرات ومهارات متنوعة لرجال القوات المسلحة، وهذه الاحتفالية تتزامن مع مرور 50 عاما واليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة. كيف تقرأ القدرات القتالية والجاهزية التي شهدها كل المصريين اليوم في هذا العرض العسكري؟ هي برضو دي لفتة ونقطة ذكية جدا من رجال القوات المسلحة، اعترافا بما قام به الجيل الذي شارك في هذه الحرب باستخدامه لمثل هذه الأسلحة، مع وجود وعرض لأحدث ما هو موجود في الترسانة العسكرية الآن في القوات المسلحة الذي يفوق بإمكانياته الكثير مثل هذه المعدات، رغم أن بعضا منها حتى الآن يشارك في بي يعني بيشترك معها في القوات المسلحة وبيسمح باستخدامه حتى، وده يدل على شيء يدل على الكفاءة القتالية وأعمال الصيانة الأهم التي تقدم لمثل هذه الأعمال، وقدرة أبنائنا الجدد بالكامل على استيعاب كل ما هو موجود في التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. كيف تابعت سيادة اللواء كلمة السيد الرئيس، وهي كلمة في غاية الأهمية، والنقاط والرسائل التي بعث بها السيد الرئيس اليوم؟ الحقيقة هي كلمة زي ما تعودنا من سيادته دايما، كلمة رصينة رشيدة بتناشد في الأساس وقف أعمال القتال على أخواننا الموجودين وأهالينا في غزة، وأنه إحنا مستعدين ودائما كما هو دائما، وإذا قدرنا فيما وسط أن إحنا دائما قادرين على تقديم الدعم والمساعدة والمساندة، وأن هناك اتصالات بتدور على أعلى المستويات مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى مستوى العالم كله لإيقاف مثل هذه الأعمال والسماح بمد يد العون لأهلنا في غزة، وأن يجب أن نتيقظ وأن يعني نركز وأن نكون دائما حذرين من أن هناك هدف آخر هو هدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال تصدير أو إخلاء منطقة غزة، وإذا طبعا هدف يعني خطير جدا، لابد ان احنا نكون كلنا واخدين بالنا وخاصة الشعب الفلسطيني، وانا شايف حتى الان شعبنا في غزة واهالينا في فلسطين واعيين لهذه النقطة بالذات واخدين بالهم منها جدا، وان شاء الله تمر هذه الظروف الصعبة والقاسية ان شاء الله كما تعودنا دائما بجهود برضه مصر وتدخلها مع الدول الشقيقة والصديقة. السيد الرئيس في كلمته قال يعني نصا لن نخذل أمتنا العربية، لن نخذلها أبدا، في وقت الحرب كنا مقاتلين وفي وقت السلام كنا نحن المبادرين. رسالة الحرب والسلام والحديث بشكل يعني في تأكيد على أن مصر دائما تمد يد العون لأشقائها، كيف قرأت هذه الرسالة؟ واضح جدا من الظروف المحيطة حولنا والتواجد المصري دائما في كافة الظروف حتى في الأزمات وفي الكوارث،
مصر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها حتى الآن، ولكننا بنقدم نادي العون وبكل قوة وبكل أمانة وبأكبر قدر يمكن أن نقدمه. ملايين الدولارات، ملايين الدولارات بتم دفعها حتى في غزة في الهجوم السابق عن هذا الأهالي. طب قدمت مصر رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الكثير من الدعم لأهالينا في غزة لإعادة القادرين. وأنا يعني لو بصينا حتى في من خلال القنوات الإخبارية فنلاقي أن هناك دعما جاهزا مستعدا للدخول لأهالينا في غزة، وهذا هو دعمنا كما هو كان موجود مع ليبيا وموجود مع السودان مع كافة الدول الشقيقة. كما أكد السيد الرئيس حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا يعني صاغوا الميثاق العربي وجعلوا مصر أو جعلت مصر دائما في مقدمة الدول التي تدافع عن أمتها العربية. الحديث أيضا سيادة اللواء عن وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، يعني السيد الرئيس وجه رسالة مباشرة للمجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته في إيصال المساعدات الإنسانية وفي إنقاذ غزة بشكل مباشر. طبعا لان هناك اتجاه تم استغلال ليس في صالح القضيه، وهناك ميل الى الاتجاه الاخر بتحيز واضح رغم طبعا المعاناه التي يعاني من الشعب الفلسطيني. فلا بد ان تبذل الجهود في هذا الاتجاه، ولا بد ان العالم يفيق وان ياخذ وضعه الطبيعي حتى من خلال منظماته الدوليه الرئيسيه زي الامم المتحده وكافه المنظمات الدولية الأخرى بالإضافة للدول العظمى والكبرى، إنها لابد والغرب بالذات إنه يعني لا ينحاز لأي طرف ولكن ينحاز إلى الشرعية وإلى الحق وإلى حقوق الإنسان الموجودة والمهدرة الآن داخل فلسطين وخاصة في قطاع غزة. الرئيس أيضا وجه رسالة مباشرة للمصريين يعني اطمئنوا وستظل مصر آمنة دائما. أهمية برأيك أن يشاهد المصري أو أن يتابع هذا العرض العسكري وتخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية، قيمة ذلك ورسالة ذلك في الشارع المصري؟ رسالة واضحة من خلال هذا العرض عندما الموجودين أمامكم هم امتداد للأجيال السابقة التي حافظت على مصر خلال آلاف السنين السابقة، وهم امتداد لهم، هم من سيصونوا الأمن القومي المصري والاستقرار في مصر وأعمال التنمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم والعون إذا لزم الأمر لكافة الدول المنطقة. أيضا من الرسائل التي تضمنتها كلمة السيد الرئيس التأكيد على ثوابت السياسة المصرية، وكما ذكر السيد الرئيس هي سياسة تسعى إلى السلام والبناء والرخاء والتعاون مع الأشقاء بشكل كبير، و أكد أنه خلال الأيام المقبلة هناك تحرك واسع ومكثف للدولة المصرية مع قادة الدول العربية ومع حلفائنا في العالم لاحتواء هذه الأزمة. كيف ترى ثوابت هذه السياسة المصرية؟ أول هذه الثوابت هو أن مصر ليست لها أطماع وليست لها أي توجهات للدخول أو للاستيلاء أو للاستفادة أو لكسب تحقيق مكاسب من أي دولة أو من أي مكان فموجود في المنطقة العربية أو معايا دول في العالم، ولكننا دولة تسعى دائما إلى السلام ليس في الآن فقط ولكن منذ عقود، ونحن نسعى في هذا الاتجاه. دي نقطة مهمة جدا الحقيقة ركز عليها في البداية. أما باقي النقاط الخاصة فهي طبعا القوات المسلحة دائما في تطور مستمر، ونحن هو وكل ما هو حديث في العالم حتى نكون قادرين على تقديم الدعم والعون في اي مكان عندما يجد الجد او عندما يتطلب الامر سواء جزء او تنفيذ مهام خارج ارض الوطن. وبالتالي ما تم النهارده من عرض للقديم والحديث يؤكد هذا الكلام، وهو اكد ثقته، وقال انظروا الى ابنائكم الذين يقفون الان في ارض الصدور، وشكر الاسره والعائله المصريه لها تقدم كثير شبابها وابنها لدعم الامن وصيانه الامن القومي واستقرار مصر. يعني المتامل للخارطه العربيه او المتامل لما يحدث غربا وجنوبا وشرقا، يعني السيد الرئيس اشار الى الحدود الغربيه في ليبيا والحدود الجنوبيه ما يحدث في السودان والان ما يحدث في قطاع غزه. الى اي مدى
هناك حالة من حالات الوعي بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري إذا جاز لنا التعبير من كافة الاتجاهات؟ والنقطة دي بالذات واضحة ويتم التعامل معها يعني منذ أن بدأت فعليا على أي من كافة الاتجاهات الاستراتيجية. ولكن في الفترة الأخيرة هو كمان على أن وإذا وإشاعات متعددة مغرضة غير حقيقة ضرب لها الشعب ويدفعه في اتجاه يحقق المصالح والأهداف التي يريد أن يحققها الآخرون. الشعب المصري نحن لا نراهن رهانا يعني خسرا، ولكن الشعب المصري له من الخلفية ومن الخبرات ومن الدروس المستفادة من حروب سابقة، وياما تعرضنا إلى مثل هذه العمليات والحروب النفسية والإذاعات الموجهة والشائعات المغرضة. وبالتالي الحمد لله وإن شاء الله ستمر هذه المرحلة الخطيرة والصعبة على خير بإذن الله، وسنحقق الأهداف المطلوبة، ونتمنى للجميع أن يعيش في هدوء وسلام واستقرار. من الرسائل التي أكد عليها أيضا السيد الرئيس أن الأمم لا تصمد بقادتها فقط، لكن تصمد بقادتها وبشعبها. فكرة وقوف الشعب وراء القيادة، وخاصة في ظل الأزمات الكبرى، ونحن نتحدث إذا أزمة يعني تمر بها المنطقة، هذا التوحد أو هذا الصمود يجب أن يكون مع القادة ومع الشعب في نفس الوقت. هي الشعب المصري طبقت هذه النقطة من زمان، ليس من الآن فقط، ويقف فعلا دائما لقادته ولقواته المسلحة ولشرطته ولجميع جسمه. وأنا بذكرك بما حضر وحصل في نكسة 67 عندما خرج الشعب المصري رغم وجود ظروف النكسة وعدم والهزيمة، لكن لم يستسلم الشعب المصري، بل وقف ودعم قيادته ومثلها في الرئيس جمال عبد الناصر في هذا التوقيت، تلا أيضا الرئيس السيسي في أحداث الإرهاب بتاعة 25 يناير الماضي. إذن هذا الشعب واعي، ونحن لا نراهن على رهان خسائر بالخاسر، بالعكس شعبنا واعي ومستيقظ ومتيقظ لمثل كل هذه الأمور، ويمتلك من الخبرات ما يمكنه من تخطي كل هذه يعني التحديات والتهديدات. السيد الرئيس دعا إلى إعلاء صوت الحكمة وتغليب لغة العقل وإبعاد المدنيين والأطفال من هذا الصراع بشكل مباشر، ودعا يعني كافة الأطراف إلى ضبط النفس، أقصى درجات ضبط النفس. إلى أي مدى يمكن التقاط هذه الرسالة من قبل الأطراف اليوم؟ طبعا ده بيتوقف على الأطراف الأخرى، الأطراف التي خرجت وصعدت وتصاعد وتدعو الى ازاله يعني المنطقه بالكامل. كل هذا الحقيقه غير يعني غير في غير الاتجاه الصحيح. فالجهود التي بيبذلها وتبذلها المسؤولين في مصر وبالتعاون مع الدول العربيه والشقيقه، وخاصه ان اتصالاته مع قاده هذه الدول بتؤكد الجهود ان شاء الله المصريه في هذا الاتجاه، والتي ستؤتي ثمارها عن قريب وان شاء الله نتخطى هذه العقبه. إذا عدنا مرة أخرى إلى هذا المشهد الاحتفالية التي تابعها المصريون جميعا بكل زهو وبكل فخر، أظهرت جاهزية واستعداد القوات المسلحة في السلم كما هو في وقت الحرب. لأن هنا رسالة يعني أود من حضرتك أن نوضحها أكثر، أنه جاهزية القوات المسلحة يجب أن تكون في وقت السلم على قدر وقت الحرب وأكثر أحيان. أنا سأديك مثال واقعي حضرتك عشت معنا الفترة اللي فاتت، عندما حصلت الأزمة اللي موجودة في ليبيا الخاصة صح. بتغير الطقس أو المناخ، حصل هناك سيول. في خلال ساعات قليلة تمكنت مصر والقوات المسلحة من تقديم الدعم ونقله والانتقال إلى مكان الأحداث وتنفيذ وتوصيل كافة المساعدات المطلوبة في لا زمن. هذا إن دل على شيء يدل على الجاهزية والاستعداد العالي ليس للقوات المسلحة ولكن لجميع أجهزة الدولة، لأن كان جهد عظيم جدا على مستوى الدولة.
ونحن نرى هذا الجهد المستمر حتى الآن، وفي وعي موجود فيه من خلال إنشاء المراكز التي بيتم إنشاءها الآن لإدارة الأزمات، وهذه المراكز أن تكون متحركة يمكن أن تصل إلى مقر أي أزمة. فمن هنا أنا بطمن حضرتك وبطمن جميعا عندما نرى هؤلاء الشباب ونرى قواتنا المسلحة بهذه الجاهزية، وامبارح بنرى حفل تخرج كلية الشرطة بهذه الجاهزية، ثم التنفيذ العملي والفعلي على الأرض من خلال أزمات أديرت فعلا، وحتى لغاية أمس القوات المسلحة ومصر وبجميع أجهزتها جاهزة لتقديم الدعم والعون للإخوة الفلسطينيين في غزة. أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.